مرة أنت مشيت مرة غنيت في عرس يدور لي وقت الخلاص اشتهر لك. قالي ما فماش فلوس. كيفاش؟ كيفاش بعد ما تعبت وغنيت ليلة كثير. نحكي لك قديمة توا خاطر وليت نخلص قبل 24 ساعة. اي بيان سور حقي. يا ولدي هذيك قالي ما فماش فلوس وأنت تصرف. يا ولدي مثبت نتصرف؟ قالي تصرفت. شن قلتوا؟ والله شكون عمر؟ العروس العروس شن قلت العروس في داره؟ شنو نعمل له؟ يودي معايا حداش نعازف انا باش نخلصهم انا في بيبيت. قال لي ما فماش فلوس يودي يرحم والديك يودي يجعل منك. قال لي هذاك هو يودي علاش؟ قال لي هذاك هو صار اللي ما صار وقتها. اي منال انت فما عروض مثلا اعمال عملتهم وتعرضت ما تعرض له بجدك؟ فما أصدقاء حتى يسقطوا حتى يسقطوا المتحايلين. لا سامحني سامحني القدمة القدمة نوليو نعيطوا له على المكدوب يا علاه ومنين مقلوبة اخر طرفه في محل علينا في ذكر اسمه معروف في بلاصه راقيه زون البحر فهمتي سباع الرقي رقي عرفت اللي ايه في سيدي رمضان قال لي راه قلت له ما نخدمش كل يوم انا نجيك ليله كي مثلا شاك ويكاند قال لي اسمعني نحب فرقتك الكل والسونو نتاعها كله مير اسمك تشوف انا براي في الساعه جمعه كامله من برا فخلطنا غادي بدينا نخدموا كل شيء جينا قال لي راه المحل ما تعبيش قلت له ما هذوك الكنايس هذوك شكونهم؟ قال لي ليه هذوك محبابي يودي شو مدخلني فيهم محبابي يودي صار عاملهم دي فيجيرو يا ولدي قلت له يودي شو نحكي لك هزيته ايش قلت له والله والله رب الكعبه هزيته معلم قلت له ايش نهزك انت غادي خلي هم تخلص انت ويخلصوك هم يا ولدي في الاخر جبت الفلوس بالله والله من اسمع راه صاريف الحكايه هذوما في الواحد في مسيرته لازم هشام تقدمت انت شو تقدمت حياتي كامله ما قدمت لا احكي لي هشام والله يا علاء احكي لي يا ولدي مش وسع بالي معاك الليله ما تحكيهم لي كل ندخل بالبوس ومن بعد انا نسال على بو العروسه ولا بو العروس يقولوا لي راهم مش للدار انا دار يا ساري مازال وانا شكون مش عاطيني فلوس قالوا لي غدوا نجيوك انا تو نستنى من البارح وانا نستنى معناها تقدمت برشا 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 وانت طيب اخر اخر شيكه وعندي تو والله عاوناو الوحده عملت الباك نتاع بنتها وفرحت لها وتقول عرس امي وانا نشطح ونغني ومن بعد صبيت قال لي لا ما تصبوش هش زيدني جماعه زيدني جماعه عملت شهر شهرين ثلاثه شهور صبيت الشيك رجع لي امبيل تو ما خديت حتى فلوس والله يا علي علي سامحني سي تري امبورتون تو ولينا لازم شكون يكون يدير لك اعمالك كيما انا تو ما نكذبش عليك عندك كاين ولاية تبارك الله سلاح المجري وجا له تحيه بربي تصفيق برافو المجري يعطيك الصحة بصراحه على علي بصراحه البرايف لبست الاولاد حتى انا يقول لي اسمع راهو السهريه نتاع البارح ماهيش هي راه باش نبدلوا ريبرتوار باش نعملوا هكا دونك خاطر الفنان احنا نفيس عم نحنوا فهمتها شكون يخلصونا عليه شكون الناس البسطاء يخلطوا لك صحن الحلو ما يقدموش ما يقدموش ويبداو يبوسوا ويعنقوا محلاكم 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 والناس واللي يقدموا واللي يقدموا شكون فما من الاغنياء فما اللي يقدموا فما اللي يقدموا وعلاه هادي